بسانتي اليوم معنا دكتور فيليب روادي، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الحساسية والمناعة، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وحساسية. وموضوعنا قدي تأثير التلوث والتغير المناخي على الحساسية عند الإنسان. أهلا وسهلا فيك. ميرسي إليك. فإذا هذا الموضوع ما عم نحكي بس عن لبنان، عم نحكي وورد وايد، يعني لأنه إذا عم نحكي عن تغير مناخي أو عن تلوث يعني مش بس محصور الأمر عنا. طبعا المشكلة هي عالمية. هلا كل المؤتمرات الطبية برا اللي بتتناول أمراض الحساسية حكما بدها تحكي عن التلوث والتغير المناخي. عندنا مشاكل إضافية بلبنان لأنه نحن متميز عن غيرنا أنه التلوث عندنا أكثر، وهو مبني على دراسات بلشت تنعمل بلبنان بتزيد المشكلة عن المشكلة العالمية الموجودة. في عندنا مشكلة التلوث اللي هي هلا عالمية، ونعرف نحن أنه التلوث بيأثر بشكل مباشر على جهاز المناعة عندنا، وهو بيتفاعل مع جهاز المناعة عن طريق شيء بنسميه الأكسيديشن أو عن طريق الأكسدة بيقولوا لها بالعربي. وهذا شيء عم نلاحظ أنه عم يسبب حالات أصعب بالعلاج للمرضى اللي عندهم حساسيات أنفية وحتى حساسيات صدرية. وعندنا كمان التغير المناخي أو الكلايمت تشينجز اللي نحن بنعتبره كمان جزء من التلوث. تغير الاحتباس الحراري او بنسميه الجرين هاوس ايفكت. جرين هاوس ايفكت هو البيت الاخضر اللي بيستعملوه المزارعين ليحبسوا الحراره للنباتات والاكل. بسبب التلوث الموجود عندنا بلبنان صار في عندنا طبقه اوزون سميكه، مش بلبنان، بالعالم كمان، وبتغلف كوكب الارض، وبالتالي اشعه الشمس اللي نحن بناخذها وبتنعكس على الأرض بدل ما تروح تحتبس درمندار الأرض، وهيدا عم بيسبب ارتفاعات بالحرارة. في عندي صور يمكن فينا نمرق عليهم بتفرجينا شوي يعني هالنتيجة. هي مشاكل عم نسمع منها بالأخبار كل يوم. بنعرف إنه حرارة الأرض مثلا عليت درجة واحدة، وهل الارتفاع بالحرارة عم بيؤدي، بالإضافة لمشاكل تانية يمكن فينا نشوف صور تانية، نحن بنعرف أنه عم بيؤدي لذوبان جبال التلج موجودة برا، عم بيؤدي هالشي ل نعرف نحن عنا مشكلة كل سنة بنسمع عن حوادث التلج اللي بيدوب عنا بجبال لبنان واللي بيعمل حوادث ناتجة عن هالشي. بنعرف أنه هالمشكلة قوية كتير بأمريكا الشمالية لأنه التلج بلش يدوب، حركة البحر تغيرت، كل شيء تغير. طبعا صار في عنا فائض بمنسوب المياه، صار في عنا مشاكل أكثر. بس الأهم من هالشيء أنه التغير المناخي أو الكلايمت تشينج عم بيأثر على النبات اللي هي بتولد غبار طلع أو بولان. فإذا سيكل الطبيعة عم بيتغير بفعل التغير المناخي وبفعل التلوث، وراح يأثر على الإنسان بعد هالوقفة. دكتور فيليب روادي رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الحساسية والمناعة موجود معنا اليوم، عم نحكي عن التغير المناخي، عم نحكي عن التلوث وقديه عم بيأثر على الإنسان. وصلنا تنشوف الطبيعة قديه عم تتأثر، وحتى الأشجار والأزهار يلي عادة منقول الحساسية من وراء البولان، من وراء يعني دائما بالربيع منعتلهم الحساسية، اليوم رح نعتلهم أكثر. لهذا الربيع عم بيبلش أبكر عنا وعم بيمتد أكثر بهالمعنى. نحن وقت ترتفع حرارة الأرض طبعا النباتات او الاشجار المنتجه لغبار الطلع بدها تبلش تنتج غبار طلع ابكر، وبدها تنتج كميه اكثر بالهواء. فاذا نحن جهاز المناعه عندنا معرض على القليل للحساسيات اللي بتجي من وراء الاشجار وبتجي من وراء الاعشاب، مثل ما عم نشوف هلا بالصوره هون انه هيدي مشكله صرنا عم نعاني منها كثير بفنلند. على سبيل المثال صار الغابات البتوله او البيرش تري مسميون عم تكتسح فنلندا، عم بتزيد. بنعرف مثلا بجابان باليابان عندهم الارز الياباني البولن تبعه عم بيعمل مشاكل، العالم تبقى 3 4 اشهر خلال السنه حاطين ماسك وحاطين جلاسز لحتى ما يتعرضوا لهالشيء. واكيد في عندنا فاذا هالقصة بتسبب حساسيات اكثر، وهي نتيجه طبعا عن
تلوث إذا بدنا نعتبره. بس يمكن الملفت للنظر والشيء شوي نعتبره نحن خطير لألنا هو قدرة هالبولن أو غبار الطلع يقدر يشكل ينمزج مع التلوث واللي منسميه نحن البارتيكولات ماتر أو الجسيمات الموجودة بالهواء نتيجة عن التلوث. وقت اللي هلأ عم نشوف على الصورة أنه الجثيمات اللي هي محطوطين بدائرة هني تقريباً بيجوا قد قطر الشعرة، فإذا هني أشياء صغيرة ما بنشوفهم، عم نحكي ب 2.5 مايكرا، يعني بالحقيقة هني أشياء صغيرة كتير. بنشوف بالصورة يمكن اللي بعدها كيف هالغبار الطلع الموجود باليمين أعلى الصورة عم بيقدر يكون مزيج مع الجثيمات الموجودة على يمين أسفل الصورة، وهذا عم بيكونوا شيء اسمه dirty pollen اللي بنعتبره نحن من وجهة نظر المناعة شيء جديد علينا. يعني غبار الطلع اللي كنا نميزه قبل ونقدر نحاربه هلأ عم بيجي لعنا بهوية جديدة، وهذا عم بيسبب لنا مشاكل لأنه جهاز المناعة عنا ما عم بيقدر يتعرف عليه بشكل مزبوط. ويمكن وهذا لازم ننطر الدراسات نشوف، يمكن هذا هو سبب عدم قدرتنا نسيطر على الحساسية. يعني الأدوية التقليدية ما بقى عندها نفس المفعول. مش بكل المرضى، في عنا قسم أكيد صغير من العالم هول منسميهم الريزيستنت، يعني اللي عنده المقاومة للعلاج التقليدي، هول نحن عم نتجه أكثر لنظرة تأثير التلوث بالدرجة الأولى وكمان تغير المناخي على هول المرضى. التأثير أو الحساسية ممكن أنه تكون عم بتطال أي شخص لأنه في تلوث، أو لا في أشخاص هن أكثر عرضة للحساسية وبتأثروا بهالتلوث الحاصل؟ التلوث بشكل عام هو بيصيب كل العالم. في محاضرة ألقتها دكتورة صليبة اللي هي باحثة كمان بمجال التلوث، هون سمته الموت البطيء للبنانيين. نحن عم نموت ما بس من الأحداث الأمنية، في عنا أحداث بيئية هلأ موجودة، وهذا الشيء بيأثر على كل العالم، بيأثر بشكل خاص على العالم اللي عندهم حساسية بسبب تفاعل هالجهاز المناعة اللي هو مخربط، بداية مخربط عم بيتأثر هلأ بمكونات التلوث الموجودة بالطبيعة. هيدي دراسة اللي كانوا أجروها بلبنان عم بيشوفوا نسبة التلوث بالطريق الأكثر شيء يستعمل بداية من رأس بيروت قرب الجامعة الأمريكية وصولا إلى منطقة جوني، وعم نشوف كمان أن المناطق الملونة بالأحمر هي مناطق خطرة جدا. كل المناطق الموجودة من الأخضر للأحمر هي مناطق نسبة التلوث فيها عالية جدا، بتضاهي بكتير نسبة التلوث الموجود بأمريكا مثلا. يمكن فينا نشوف صورة تانية كمان هون مبين عنا على هيدا البيان، جهة اليمين التلوث الموجود مثلا بكاليفورنيا محل ما في زحمة سير خان، أو منلاقي أنه بلبنان سواء صبح ظهر أو عشية منلاقي نسبة تلوث عالية كتير. فإذا هيدا مرض للبنانيين، ونحن عم نحكي بس عن قسم واحد من التلوث اللي هو ناتج عن زحمة السير، بس كمان عنا مشاكل. أنا ماني عالم بيئي يعني، بس نحن مضطرين ما بدها علم فيك تطلع بالسما شوي من وقت لوقت. عنا كمان مشاكل الكهرباء الصرف الصحي، عنا مشاكل النفايات، هو كارثة من الكوارث البيئية النفايات، وكليتهم هو اللي نحن عم نتعرض لهم وعم نتفاعل معهم بطريقة سلبية. فهون فإذن قلنا أنه العلاجات التقليدية ما بقى كل الوقت عندها النتيجة المطلوبة، شو العلاجات البديلة؟ في دراسات هلأ بدنا نلقي نظرة عليها بمؤتمرنا اللي مصادف بكرة، مؤتمرنا السنوي للحساسية مصادف بكرة، موجود ببلش بكرة، ويمكن بدي اغتنم المنبر الام تي في لحتى ادعي زملاء الأطباء كلياتهم ليناقشوا هذا الموضوع يتسمعوا لهالأساس. في مجهود أكيد لازم ينعمل، مجهود شخصي فردي خلينا نقول بينعمل بالبيت، لنقول فينا نحن نجي نعمل نحط أجهزة تخفف التلوث بالبيت، فينا نستعمل تعرضنا للحساسية، فينا نستعمل
نغير البيضات الموجودة بالبيت اتسترا. بس بدنا نتذكر دائما أنه بالنسبة للتلوث كل شيء عم نتنشأه داخل البيت أو داخل المكتب أو داخل التلفزيون عندك هون هو شيء جاي من برا بالنهاية. وهالجسيمات الصغيرة هي موجودة وين ما كان وما فينا نوقفها بمجالات التهوية. مطلوب على الأكيد عمل سياسي كبير، هذا لازم يجي على صعيد وطني، على صعيد البلديات، على صعيد وكالة حماية البيئة اتسترا. موضوع متشعب كثير، موضوع يعني صعب. بس يعني فرديا الشخص كيف بيقوي جهاز مناعته لحتى يكون في دراسات هلا عم بيجروها على الانتي اوكسيدنتس او الاجهزه او الادويه المانعه للاكسده بنسميها. مثلا في كثير فيتامينز بنعرفهم نحن عم بياخذوا دور كبير، الفيتامين اي، الفيتامين سي، والفيتامين اي. هو كلياتهم هلا في دراسات، ويمكن المجتمع الطبي حس انه في حاجه هلا لحتى يركز اكثر على هالاشياء اللي كانت موجوده من زمان. كنا من زمان انا مثلا كطبيب كان يقول حكيم انا ما برشح باخذ فيتامين اي او باخذ فيتامين سي. نحن كنا نهز براسنا لانه بهذيك الايام ما كان في دراسات قوية بتقول انه مفيد. هلا يمكن يتضح معنا انه هالاشياء لا فعلا بتفيد، لانه مجبورين ينعمل عليها ابحاث، لانه مجبورين يكون في بديل للعلاجات التقليديه. طبعًا. المؤتمر فاذا بكره بالمتروبوليتان بيبدا، لكن الجمعه بيستمر لغايه السبت، هو للاختصاصيين. نحن جمعيتنا جمعيه الحساسيه هي حاضنه لكل الاطباء ولكل الاختصاصات. يعني نحن بيجي لعنا أطباء من أنف وأذن وحنجرة، أطباء أمراض صدرية، أطباء جهاز هضمي، أطباء أطفال، طب عائلي. يعني الحساسية هي الكومن دينومينيتر، هي الشيء اللي بيجمع كل الاختصاصات. سو بنفتخر أنه يكون عنا جمعية بتقدر تحضن كل الاختصاصات، والمواضيع اللي بنناقشها بتخص كل العالم. سو أنا بدعي من منبر أنه يكون الحضور عندنا كثير. شو راح يكون البرنامج؟ برنامجنا متنوع كثير، في بدنا نحكي عن الأمراض الصدرية، بدنا نحكي حساسيات الصدرية، حساسيات الأنفية، شو تأثير العوامل الخارجية عليها. أكيد بدنا نحكي عن الأشياء المتقدمة بالعلاجات، الأشياء البيولوجية، بس كمان في عنا قسم بيتناول الأمراض الجلدية والأمراض جهاز الهضمي اتسترا. دكتور فيليب روادي رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الحساسية والمناعة، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. هيك بننهي حلقتنا اليوم من ام تي في لايف، حلقة جديدة بكرة 8:30، مجموعة جديدة من المواضيع أكيد بانتظاركم، كونوا على الموعد.